أنا أحمل كل مسؤول وأحمل كل مستقيم وأحمل كل شيخ أحمل من هذا المنبر شبابه وهم شبابه شبابنا ترى يموتون لكنهم ترى طيبين صح يموت سكران صح يموت محشش كان يستنى تجيب تسمع دقيقة بس كان يستنى ما تعطي له آية ولا حديث سلم عليه تبتسم في وجهه هذول أخوان هذول شبابا يرضيك تلقاه ما ينسى كرام يرضيك إنك تشوف يتعالج من إدمان في مستشفى عمل يرضيك إنك تشوفه في جمعية مرضى الإيدز مصاب بإيدز تحسبوني لما أذكر قصص زي هذه فرحان أقسم بالله بعض الأحيان على مخدتي وعيني تدمع لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه المسلم ما يحبه لنفسه قبل 10 سنوات شاب زيك قبل 10 سنوات ولد حارة زيك كنت أتمنى واحد يجي يضحك وجهي واحد ينصحني كنا نعيش حياة سيئة أقل ما قال عنها سيئة بعد الله ما كرمنا بالنور بالهداية نجي نجلس في بيوتنا مع زوجاتنا وعيالنا أخويا وأخوك غرقان أخويا وأخوك يموت على غير لا إله إلا الله أخويا وأخوك يموت معيش السكران والله ما أرضى أقسم بالله والله يسألني عن هذا اليمين إني أضحي بعمري من أجل شبابنا وأمتنا من أجل ديننا ووطننا لا تحسبني لما أذكر قصة ولا أقول رقم ممسوح والله ما أرضى لك إلا الجنة والله ما أرضى لك إلا أنك آخر كلمة تقول لك من الدنيا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تعالوا نجرب الحياة مع الله تعالوا نعيش مع الله أسأل الله أن يسعدكم في الدنيا والآخرة يا رب يا رب يا من ترى مكاننا وتسمع كلامنا وترى اجتماعنا اللهم إنك تعلم بأن قلوب شبابنا وإخواننا ممتلئة حب لك وتعظيم لك اللهم إنك تعلم بأن صدورهم قد امتلأت خيرا وطاعة اللهم فحبب إليهم الإيمان وزين إليهم الإيمان اللهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان.